تخافوش والمهمات العزيزات راكم غالي. السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع قناة الأوديو سي تي في. تخيلوا معايا هذا الشاب هذا يعني ركب في قارب كيتسموا قوارب الموت، وفي ديك اللحظة الانطلاقة يعني كيتفكر في بنته وأسرته والزوجة ديالو وبنتي راه ما ناسيكش، يعني شيء يدمي القلب. راكم غالي وتحية لبنيتي ريحان، والله ما ناسيك بنيتي والله. الشيء راه يدمي القلب، شيء لا يصدق، يعني باش الإنسان توصل به الظروف أنه يخلي ولادو الأسرة ديالو يركب في قارب الموت، راه شيء لا يقبله. حنا راه كنقطعوا من ديك السبتة الفوزيرات مقطعة في الباخرة، ومع ذلك كتركب أنت فيك الرهبة تقول يعني إلا غتصاد دابا أشنا، راه ماشي كنعرف نعوم ولا راه لا كلاص أعالي البحر، راه لا كلاص في وسط البحر، درجة البرودة ما كتصورش. ها أنت تعرف تعوم، راك لاكاجي كوانسي وأكلك السمع. على أين يعني شنو غادي نقول لك، يعجز اللسان عن التعبير. الناس تعيش الياس، اللي قرا وتوظف ما مطفرهاش، اللي شد الشواهد العليا ما مطفرهاش، يعني اشنا هو الحل؟ الحل عند الناس هو الهروب. شوفوا معايا هاد التصاور ديال هاد الناس اللي هضرنا عليهم وعاودنا، اللي حرقوا يعني ومن دوكا لاعب دار شياطنا وما الى ذلك. وهناك شخص يعني رجل بمعنى الكلمة هو الذي تكفل وخطط وجهز، والشباب راه معاه مقاصرين. هنا راه كاين 30 واحد وزيادة ولا 40 ما عقلش كفلوا ليه، ومعاهم شباب قاصرين. فكروا مزيان، تصور قاصر 13 12 15 سنة ونفذ المخطط وما باحش به حتى لشي حد حتى قطع البحر. يعني باش تعرفوا المغاربة راهم واعرين واعين، رغم التخدير رغم المخدرات رغم الحشيش رغم الشراب اللي كينشروا في المجتمع، ولكن ملي كيجي الجد الناس كتقدر تخطط. وهذا يدل على ان غادي يجي واحد النهار وهذه العصابه الاجراميه اللي كتتحكم في ثروات المغرب وكتنهبها وكتقاسمها مع عائلتها والمقربون، الشعب المغربي سيطيح بهم قريبا ام عاجلا ام اجلا. المغاربه راه الا ناضوا واحد النهضه راه ما كاينش اللي غيرقدهم. شوف شحال الشباب، الشباب في ريعان العمر، في مقتبل العمر، مالهم هاربين؟ علاش هاربين؟ انت شوف معايا، ماشي ما تقوليش راه هادو كيقول لك واخا يكون عندنا الفلوس غادي نهربوا. راه الناس دابا بل ان الهجره القرعه الامريكيه 350 الف الناس اللي تقدمات، 350 الف الناس اللي تقدمات الاجازات والبكالوريا وما فوق، والمحامون والقضاة اللي خدامين، يعني قاضي شحال كيشد 7000 درهم حتى هو معمر وباغي يهرب من الزريبه. المشكله ماشي هي ان تكون عندك فلوس، واخا تكون عندك فلوس فين غتعيش؟ شوف هذه الصوره، هذه محطه الباص او الطوبيس. شوف محط فين يجلسوا الناس على الشتاء على البرد كيتسناو الطوبيس يجي. شوف كيفاش داير، يعني الاخر في المغرب ها انت تكون عندك فلوس، سبيطار ما هو في صفة الناس، طريق حديقة بحال هكا الدنيا خضرة تفجج فيها ما كاينش، إذا حبس معتقل، زريبة داير بها السياج كما دارت فرنسا وزعت هي والإنجليز بطبيعة الحال، صافي وراه حيوانات عندك شدها تما وحكم عليهم بالمؤبد والموت البطيء، هذا الشيء اللي كاين. واش هذه دولة اللي الواحد مريض كيمشي عندهم السبيطار لهلي يوصل شي مسلم عندهم السبيطارات ديالهم او سميت المستشفى الجامعي محمد الخماس محمد السداس محمد من عرف الى اخره، اسماء المهلك الحزن السابع ولا العاشر، اسماء عريضه طويله. ايوا ملي كتمشي لا سكانير لا تصوير لا تجهيزات لا هم يحزنون، واحد مريض بالسكر ولا مريض مرض خيب وكيعطيوه موعد على 3 شهور عام 8 شهور، ما هذا؟ كيفاش بغيتوا الناس يحبوا الوطن ديالهم ويحبوا الحكومه ديالهم؟ هذا الشيء راه يستحيل اللي كدير فيه هاد الدوله، هاد عديمه الضمير وعديمه الرحمه وعديمي الشفقه. يعني استحوذوا على الاموال وداروا السيارات بخير وعلى خير والقصوره وتركوا الشعب ينهب بعضه بعضا. يعني الاسواق ديالنا راكم كتشوفوهم كيفاش دايرين اسواق، يعني واش من القرن السادس عشر ولا الرابع عشر الميلادي لا ندري، ما نوعية الاسواق الى اخره، الناس باقي كتركب الكرا والحمير والفيافيت الطرقان ما كاينينش الى اخره. شوف هاد اللقطه، شوف
يعني المخزن باغي يدير الارض المواليه صحفة باش يديروا تجزئات يعني ويبيعوها الى اخره، والناس كتدافع على حقها بالحجر بحال اللي رحنا في فلسطين، يعني بحال اللي رحنا في قطاع غزه، يعني هذا التصاور اللي كتشوفوا مع الاسف الشديد. نكتفي بهذا القدر والى اللقاء في حلقه قادمه.